على شاشة التلفزيون العربي وعلى شاشة تلفزيون سوريا كالعادة. تقدر تشوف الحلقة دي كل يوم خميس على التلفزيون العربي في الأوقات والطردات اللي موجودة تحت اللينك الفيديو ده. بصوا يا جماعة، بصراحة يعني احنا تعودنا على بعض خلاص، والحقيقة في حاجة مش قادر أخبيها عليكم أكتر من كده. بصراحة يعني البلد فيها مشاكل. عارف ان انا قلت لكم الكلام ده كتير، بس كنت خايف اقولها للرئيس عشان كل ما نقوله على مشكله بيعمل حاجه تانية خالص. يقول يا ريس التعليم بايظ، يقول لك نبني جامع وكنيسه. يا ريس غلاء اسعار، يقول لك ندهن العماير. خايف اقوله على مشكله الصحه يخلينا ننزل ندهن الرصيف. مزاجه رامي على مقاولين اليومين دول. بس الجديده بقى ان الفتره اللي فاتت حصلت في مصر مشكله جديده. لا يعني ان الرئيس السيسي مشكله دي خلاص اتخطناها من زمان. المشكله دلوقتي ان السيسي نفسه عنده مشكله يا جماعه. المشكله بتاعته اتكلم عليها في خطابه الاخير في يوم الشهيد، واحنا طول عمرنا صراحه بنشكي للرئيس مشاكلنا. محدش في مره جرب يساله يا ريس ايه مشكلتك الكبيره؟ المشكله الكبيره اللي موجوده معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق. دي مشكله كبيره جدا تعرفوها عني، صادق قوي. وامين قوي ان شاء الله. وشريف قوي ان شاء الله. بصوا ان شاء الله يعني بدون مقاطعه انا اجمد واحد فيكم. لا انا بمليكم بس عشان تعرفوا تكتبوا التاريخ، محدش يكتب لي بقى صادق بس وامين بس، لا صادق قوي وامين قوي ان شاء الله. دي يا ريس عامله كده لما نسال محمد صلاح فيقول لنا عارفين ايه مشكلتي الكبيره؟ ان انا لعيب قوي وحريف قوي وبجيب اجوان كتير قوي. بس الفرق يا ريس ان محمد صلاح لعيب فعلا. هي تقريبا الالقاب كترت على الرئيس السيسي يا عيني، وكان بيحاول يهرب من لقب بس الصراحه برضه الاعلام مأثر في التطبيل للسيسي لدرجه ان الرئيس اضطر يطبل لنفسه. هي المعايير حصل فيها يا جماعه؟ الصدق والشرف بقى مشكله دلوقتي؟ يا عيني ده انت تلاقيك بتتعذب يا حبه قلبي. الرئيس فكرني بنفسي زمان لما كنت بروح اعمل انترفيو في شغل ويسالوني ايه اكتر عيب فيك؟ اقول لهم مشكلتي اني بدي الشغل زياده على حساب صحتي. مشكله كبيره قوي. بصراحة يا ريس مشاكلك دي أصعب من إحنا نحلها، بس ممكن نبقى نتقابل بالليل بعد فترتك الرئاسية ندردش مع بعض فيها، يعني مش عايزين نضيع وقت مصر في مشاكلك، عايزين نركز على مشاكل البلد بتاعت اليومين دول. طب أنا هقول لكم على حاجة، لأن الدكتورة غادة قاعدة قدامي، قسماً بالله كان في عرض من كام يوم بيقولوا لي إن هيحصل مشكلة بالحسابات وبالعلم 2060، يعني هكون مت وشبعت موت. شوفوا أقول لكم إيه؟ 2060، قلت لهم قسماً بالله لا لا لابد من التصدي. ده اللي في 2060. طب مش هنتصدى لمشاكل البلد في 2019؟ 2050 طيب؟ أي حاجة. ده الفرق بقى بين الرئيس السيسي والرؤساء اللي قبله. السيسي عايز يسلم اللي بعده نضيف، ومش بس اللي بعده، ده اللي بعد بعد اللي بعد بعد بعده. الرؤساء اللي تيجي بعد كده يبقوا قاعدين في ملل. طب ما سيبناش ولا مشكلة كده نحلها؟ معقولة؟ طب خلوا بقى ده مدتنا بعد كده سنتين، زهقنا والله. مفيش مشكلة واحدة نحلها. بصراحة يا جماعة اتنين بس اللي يعرفوا ايه اللي هيحصل في 2060، الرئيس السيسي وناسا. بس ما قلتلناش يا ريس يعني ايه المشكلة دي؟ الدولار؟ الصحة؟ المسيح الدجال طيب؟ ولا هتعملها لنا مفاجأة في 2060؟ ده يا ريس اوعى تدفن وتاخد السر معاك. بس عموما طالما خلاص المشكلة بالحساب والعلم زي ما انت قلت، اكيد عندك حل ليها بقى، وحل علمي وبالحساب برضه. ونعمل لها صندوق، مش كده يا دكتوره؟ نعمل لها صندوق عشان نجهز نفسينا في ال 20 30 سنه دول ولا ال 40 سنه دول عشان ما يبقاش في مشكله. يا ترى يا مصريين هو انتم مصدقيني ولا لا؟ احنا مصدقينك يا ريس، الخوف بس لبتوع 2060 ما يصدقوش ولا 2040 يملوا مثلا. بس انا شايف يا ريس بعد النجاح الساحق للصناديق اليومين اللي فاتوا كان لازم نعمل واحد لاجلنا في 2060. بس والنبي بقى سيب لنا خريطه يا ريس عشان هنجيب الدكتور كريم زي حواس نعمل رحله بحث عن الصندوق. نفتحه بعد 40 سنه نلاقي فلوس، نيجي نصرفها نلاقي العمله اتغيرت. ولو ما اتغيرتش نروح نبدلهم نلاقي العمله اتغيرت برضه بقت ب 15 دولار، نجيب بيها بيك ماك بقى. اعتقد التراث ده حقبه الرئيس السيسي هيبقى عباره عن هرم صناديق كبير. طب مش تقول لنا يا ريس ايه المشكله هنتبرع بيها بفلوس؟ يعني لو انا اروح اتبرع مثلا للصندوق اقول لهم ايه؟ اقول لهم لو سمحت بس عايز اتبرع لصندوق اللي هو اخر واحد الرئيس عمله ده، اللي هو الاخير ده، ما انا مش عارف اصلهم كتير. ليه صندوق ال 40 سنه قدامي يا ريس؟ يعني ليه تفرض سياستك الاقتصاديه على الرؤساء اللي بعدك؟ يعني افرض الرئيس اللي جاي بعدك جاي بنظريه الاكياس مش ولا مثلا، يعني سيب كل رئيس ونظريته الاقتصاديه.
بس احنا مصدقينك يا ريس، مصدقينك انك بتحل مشاكل 2060. يعني حتى لو مش عارفين ايه هي المشكله دي فانت مش محتاج تسالنا، ده انت صادق الامين. بس مش كل مره تيجي تقول لنا المشاكل يا ريس تقول صدقوني صدقوني، مش كل شويه تكرر الكلام ده. طب حد يقول لي ايه؟ انت مش قلت الكلام ده قبل كده؟ اقول لك اه، بس لما بيقوله لكم تاني بتصدقوا. طب اعمل ايه؟ لما بيقوله لكم تاني بتصدقوا. طيب انا ممكن اطلع كل يوم في التلفزيون واتكلم معاكم لو كان ده يخليكم يعني اه والله يعني ممكن اعمل كده يعني، بس انتوا هتزهقوا طبعا مني، ودي مش انا مش ما عنديش الملكات بتاعه الاعلاميين ولا كده يا ريس. يعني ايسر والعازم جاد هم اللي عندهم ملكات والله ما يفرق. انت عارف لو طلعت مكان ايسر ما حدش هياخد باله، لو ايسر نفسه طلع مكانك ما حدش هيحس بحاجه. لا عازم مجاد لو بقى مكان الرئيس هيطلع يقص السيسي برضه، يقول والله في اعلامي هناك اسمه السيسي. طب والله هو اللي معيشنا، ده عامل نظريه جديده اسمها الفيمتو سيسي في الاعلام. يا عم انت الرئيس ما بيفهمش، مفيش ما تحاولوش معاه. بس الصراحه يا ريس لو الزن هو اللي هيخليهم يصدقوا فاطلع لهم كل يوم ببرنامج يومي بقى. بس نسميه ايه؟ نسميه هو الرئيس بيحب ايه؟ صندوق الدنيا، نسميه صندوق الدنيا. ومن غير ملكات هو يا ريس، يعني هو الاعلام بيعمل ايه يعني؟ ما هو برضه ما عندوش ملكات. الاعلام بيطبل للسيسي وانت برضه بتطبل للسيسي يا ريس. هي هي. لا يا ريس احنا شايفين فيك الموهبه، ما تقولش على نفسك كده، عندك ملك يا راجل، ده انت كمان اعلى منهم. يعني الاعلام كان يعني الاعلام كان بيقول ايه؟ بيقول صادق الامين؟ ما حدش كان بيقول قوي. انا ان شاء الله راجل صادق. احنا مع رئيس صادق. صادق قوي. صادق تماما. قوي. صادق قوي قوي قوي. صادق وامين. الصادق الامين. امين قوي ان شاء الله. جدا. قوي. صادق وشريف. وشريف قوي ان شاء الله. رجل صادق ومخلص. قوي. قوي ان شاء الله. عبد الفتاح السيسي فرصه ذهبيه. قوي 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 قوي. رئيس محترم. رئيس محترم. قوي ان شاء الله. نجد فيه الانسان البشوش. قوي. الانسان دمس الخلق. قوي. الانسان المتواضع. قوي ان شاء الله. والله وجعني جدا. قوي. يخرب بيتك. وجعت ايه يا شفت يا ريس؟ شفت يا ريس؟ يعني انت مش بس عندك ملكة الاعلام، ده انت كمان بتعلي على الاعلام. ده عازم جاهد اتوجع من كلامك. قوي قوي. ده انت عليك على عازم جاهد يا ريس، ده احنا ما بنعرفش نعلي عليه. تخيلوا كده يا جماعه، يعني جالك في امتحان دين، من هو الملقب بالصادق الامين؟ ها مين؟ خلي بالك يا تدخل النار يا تدخل السجن، اختار انت بقى. بس يعني ايه يا جماعه الصادق الامين؟ قوي كمان. فين وزير الأوقاف اللي قاعد وبيسمع كل اللي بيتقال ده؟ وختاما يجب أن نوجه تحية واجبة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فتح أمامنا باب الاجتهاد والتجديد واسعا لنعيد قراءة تراثنا الفكري والفقهي، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يبعث الله عز وجل لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. ولم يقل يبعث لها عالما أو فقيها، فقال أهل العلم والفقه: المجدد قد يكون عالما فقيها، وقد يكون حاكما عادلا، وقد يكون قائدا مصلحا، وقد تكون مؤسسة، وقد يكون ذلك كله. يلا والله ما انا مزعل حد، كله يروح متراضي. يعني اللي هيجدد الدين مش لازم يكون من اهل الدين، قد يكون حاكما عادلا قوي، وقد تكون مؤسسه، وقد يكون لا ده عامل بوفيه، روح اجدد لنا الميه بتاعت الشاي. بس عجبني بصراحه وزير الاوقاف، عشان لو نسيت حد مهم فقد يكون ذلك كله، يعني عشان ما حدش من اللي موجودين بس ايه يروح زعلان. بصوا اللي يصحى بدري يجدد الخطاب الديني. يعني عشان بس اللي فاكر ان الرئيس السيسي اخره يجدد الدستور، لا ده بيجدد الدين. بس يا جماعه برضو مش عايزين نطلع بره الموضوع. انتوا عارفين الرئيس السيسي يعني بشويه علم وحسابات بيحل مشاكل 2060 من 2019. ده ايه بقى وهو قاعد على الكرسي بتاعه كده؟ فالناس قالت له يا ريس يعني مشاكل 2019 ده لسه في حادثه قطر من يومين، فبسرعه عمل حسابات وهو قاعد على نفس الكرسي وتوصل للشخص اللي هيحل لنا المشاكل دي في 2019 في نفس المؤتمر بتاع يوم الشهيد. بالمناسبه صحيح وانا بتكلم على السكه الحديد، احنا قلنا ان اللي يتولى الامر ده كامل الوزير. الله اكبر لما فالمزادات احنا بنتكلم في 1100، نحفظ الرقم خلصنا 600.
ومايكلنا 355 وشغالين في الباقي اللي انا بقول عليه. اتمنى ان احنا زي ما قلت مع اللواء كامل كده ان احنا بالمناسبه كامل اسمح لي ان انا رايك له رتبه الفريق. الله اكبر لما قالها الكل بالمناسبه صح يا كامل كنت هنسى. يلا خد رتبه فريق. وبالمناسبه صح يلا وزاره النقل بقيت وزير. يلا طلعت من ذمتي والله ما هي راجعه بقى خلاص يا راجل عيب كده ما تقولش كده. ده انا كنت هنسى والله لو انا عامل ريمايندر على الموبايل. اما بقى يا جماعه بمناسبه يوم الشهيد الله اكبر لا انا بكلمهم هم يا كامل لو سمحت معلش يعني ما عنديش حاجه ليك تاني. تاخد الكريدت كارد بتاعي طيب؟ يعني خلاص بقى يا كامل ده الشهيد نفسه ما اتكرمش كده. كامل كان واقف تحت وزير نقل طلع على المنصه بقى فريق. يعني هو كامل معروف في السوق ما بيطلعش على المنصه بقى اقل من فريق. في سؤال هنا بقى هل كامل وزير فعلا يستحق المنصب ده؟ ولا وزاره النقل دي جت بالمناسبه كده؟ يعني ايه اللي بيميز كامل الوزير عن باقي المدنيين عشان الرئيس يمسكه وزاره النقل؟ سياده اللي هو كامل وسياده الفريق طبعا دلوقتي لما سياده الرئيس قال له اسمح لي ارقيك رتبه الفريق جري من على الكرسي طلع فوق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله في خشب هنا بتكلم بجد. اللياقه اللياقه مهمه قوي مهمه في المسؤول حركه اقول لك الحركه فيها ايوه فيها بقول لحضراتكم جري جريه جريه المقاتل مقاتل بيجري يعني مش خد الموضوع ان انا ما لا 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 سلمه خدها جري ناحية التانية. تقولش وزير الجمباز مش النقل. يا نهار ابيض يا احمد. لا ده احنا نمسك الخشب بقى احنا كمان. هو ده اللي احنا محتاجينه في الكوارث. يعني وزير النقل اللي فات ما كانتش لياقته حلوة فخد وقت على ما وصل لمكان الحادث. لكن ده بيقدر يشيل المسؤولية ما تقعش منه. عاش وزير. يا جماعة اللياقة. يعني الراجل قفز سلمتين وطالع للرئيس يعني حتى هو بيقفز قفز في ترقياته قفزتين مرة واحدة من لواء الفريق ومن فريق لوزير. ما بيخفص اقل من قفزتين. لا شوقتنا يا احمد يعني نشوف لياقه كامل الوزير. وريني كده. لا عظيم جدا. يعني لاحظوا الفرق يا جماعه السرعات ما بين المدني العادي وكامل الوزير. عبر المدني وراح لهدفه على طول. بس بصراحه يعني يا احمد زي ما شفنا يعني الدخل اللي انت دخلتها ديت افورت منك قوي. الراجل كان بيمد عادي خالص. يعني اللي هيشوفك هيفتكرك بتهرتل والله. خلينا ما تقلقش ما تقلقش خلينا اظبط لك انا كلامك على حركه كامل الوزير عشان كلامك يليق على الحركه. ما هو ليه؟ ما عشان كلامك يليه مع الفيديو يا احمد. قفز قفز عد عد نط نط يمشي مع الكلام ده. والله يعني احنا عاده بنبقى عايزين ننتقد نقد بناء موضوعي بس للاسف الهزليه اللي بتكلم بقى الاعلام هي اللي بتخلينا للسكه دي. طب بلاش يعني هل ياخد كامل الوزير هي بس لاهلته نبقى وزير النقل ولا في اسباب تانية؟ كامل الوزير مش شخص هو بوصله نجاح. كامل الوزير يدمن النجاح بشكل كبير. سابقه اعماله باين عامله ازاي؟ قائمه نجاحه لا قاع لها. قاموسه لا يعرف الفشل. سقف توقعات المصريين من الراجل فاق الخيال. خلال سنه وثلاث شهور 30/6/2020 سنرى مرفق سكه حديد مختلف تماما. سكه حديد جديده ستصبح واحده من انجح واحسن الوزارات. انت قداوي دود مش عايز اقول لك صغيره عليك يا قمر. كلنا وراه لكن المعايير مختلفة. ما نحاسبوش من هنا لحد ما يسلمنا مرفق سكك حديد مصر على أي خطأ يقع. أنا رأيي أن هذا الرجل الله يكون في عونه. الرجل رايح يعني مقبرة. اترمى في مهمة مستحيلة. أشفق عليه من وزارة النقل. ده هيتعامل مع الحاجة فلانة والحاج فلان وعم محمد والجو ده. الموظف المصري غير طبيعي. اللامبالاة والإهمال والاستهانة. اللي عنده الأجازة الاعتيادي اللي عنده 8 يعني 8 ونص. نبقى متفقين على كده. مش الرأي العام يهيج لا قدر الله لو حصل كارثة. احنا ما بنحاسبش العسكري. لو في مشكله حصلت تبقى المشكله من الوزاره مش من كامل الوزير.
اما بقى لو مفيش مشكله حصلت فدي بسبب مجهودات الوزير كامل الوزير. في كل المواصفات اللي احنا محتاجينها يا جماعه، كامل الاوصاف. بصوا السواد اللي تحت عينيه، مدمن نجاح وجاي بقى من ادمان نجاح، مش يلاقي بقى موظفين مصطبحين اراده يتعامل معاهم، لا هيتعامل مع موظفين اللي بتيجي الساعه 8 ونص دول، لسه بقى ما دخلناش في ساعه الغداء ولا ساعه الرضاعه. مدنيين يعني. الاعلام كان قبل كده بيزلنا ان الرئيس بس هو اللي شغال وباقي الوزارات مش شغاله، دلوقتي هيقول الرئيس واللواء كامل الوزير بس هم اللي شغالين والباقي مش شغال. عموما نتمنى فعلا ان سياده اللواء كامل الوزير وزير النقل الجديد ينجح في تطوير المنظومه ويحفظ ارواح الناس ويثبت فعلا للناس ولو مره واحده بس ان في عسكري اخذ منصب مدني ونفع فيه، عشان احنا للاسف شايفين البلد كلها تحت حكم الرئيس اللي جاي من الجيش بقت عامله ازاي. استنونا. مرة تانية زي ما انتوا شفتوا في الفقرة الأولى اتكلمنا عن احتفالية اليوم العالمي لكامل الوزير، بس بين ترقية كامل الوزير لرتبة فريق وبين ترقيته لرتبة وزير الرئيس قال كام كلمة كده يعني واستريح لنا وفتح قلبه بمشكلة بيعاني منها، إن الناس يا عيني ما بتصدقوش بسرعة بالرغم إنه الصادق الأمين. يعني مثال، الرئيس قال أكتر من مرة إن العاصمة الإدارية الجديدة مش من ميزانية الدولة ومع ذلك الناس مش بتصدقه، يعني مش فاهم ليه يا جماعة مش من ميزانية الدولة، يعني بتتهموا يعني هي خربت الاقتصاد، هي طلعت مش ميزانيه الدوله. بس المره دي الرئيس بصراحه قطع الشك باليقين عشان بس ايه يخلص كل الالسنه والناس المشككين امثالكم، واما قدم الدليل القاطع على ده. والله 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 الرئيس النهارده بيقول لك والله 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 كل المدن الجديده مش معموله على موازنه الدوله. انا بحلف بالله، اقسم بالله انه خلاص بتصدقوا، هحلف بدام الحلفان بتصدقوه. يعني قال لك انا عايزه اطمنكم يعني، فمش عارفه هي المساله محتاجه ايه اكتر من كده. طيب تقول لي بتعملوا ايه؟ في ناس بتقول لي طب مش من ميزانيه، امال بتعمل ايه؟ بتحفروا بتجيبوا فلوس من الارض؟ لا والله. أيوة. بتضرب الارض لا بتحفروا وتجيبوا فلوس من الارض؟ لا. طب بتتعمل ازاي؟ كل اللي انا بعمله طريق. اعمل طريق. بعمل طريق. برافو. امريكا كلها اتبنت بايه؟ انه اتعمل خط سكه حديد. برافو عليك. أيوه. هو ده بالظبط الفكر الاقتصادي ده عجبنا. فكر تفكير علمي حلو قوي. خلي برضو انه فهمنا الموضوع ده جاي ازاي. هي دي. هي دي يا لبنى. كنت لسه احاول احزق في تطبيله بس ريحتيني، ميرسي ليكي كتر خيره والله. انه بيحاول يفهمنا الفلوس بتيجي ازاي. قال احنا ما بنضربش الارض تطلع فلوس، احنا بنبيع الارض نفسها. وحلف يا جماعه وقال والله 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 والله. يعني عايزين ايه تاني؟ يحلفلكم بالطلاق؟ بصراحه هتبقى افوره مننا لو طلبنا نعرف الموازنات بقى والتفاصيل، الحاجات دي مش عندنا. عارفين الرئيس اصلا ما بيحبش المستندات من ايام سد اثيوبيا، لما قال الرئيس اثيوبيا احلف انك مش هتبني سد النهر. والله 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 سهله هي يا جماعه. والراجل حلف لنا وكده وراح بنى السد عادي خالص وادانا خازوق، بس ما علينا يعني هنخون بعض كده كده. في برلمان هيحاسب الرئيس على المصاريف دي مش كده ولا ايه؟ لا ثانية واحدة، انت بتتكسفي؟ انا متخيل علي عبد علي بقى قاعد مع الرئيس يقول له بقول لك يا ريس يعني المصاريف دي مش في مكانها. علي عبد علي مكسوف. طيب خلاص يا ريس لا اصرف، طالما رئيس البرلمان اللي المفروض بيراقب على الرئيس بيتكسف كده. لكن انا عن نفسي هضطر اروح لكاميرا 2. الرئيس قال ان فلوس العاصمه الاداريه الجديده جايه من بيع اراضي ملك الدوله للمستثمرين. طبعا الطبيعي ان لما ارض تبيع دوله بتاعتها الفلوس بتروح لمين؟ لميزانيه الدوله. لا، الرئيس بيشيلها في حصاله كده على جنب بيحوشهم لنا، وبقاش معلن بتتصرف في ايه وارباحها ايه وايه اولويات صرفها، وبيخش بيها مشاريع زي العاصمه الاداريه الجديده اللي القوات المسلحه مشاركه فيها باستثمار قيمته 51%. يعني في تربع غير قانوني بيحصل من مشروعات قومية خارج ميزانية الدولة ومن غير أي رقابة برلمانية. بس برضو احنا بنقول الكلام ده واحنا لسه على البر، يعني جايز في أسباب قوية كانت تستدعي ان العاصمة الإدارية الجديدة تكون موجودة وأولوية. يا جماعة اكيد ليها فايدة احنا مش عارفينها. حد بعت لي وانا بتكلم قال لي عايز اقول لك المكان اللي اتعمل فيه العاصمة ده كان مأوى لتجار الهيروين. تاني ده قيادة كبيرة قال لي المكان اللي اتعمل فيه العاصمة
قال كان تجار الهروين واللقاءات والحاجات هناك، واللي بيروح يضرب بيبقى هناك. فحتى كمان خلصنا من واحنا بنتكلم من المخدرات يعني، خلص كان بدأ مكان بيستخدم، حتى ما كانش عندي المعلومة دي. جزء اهو، اذا كان كمان بنعمل فيه استفادة اهو، ربتها في وشك اهو استفادة كمان اهي. العاصمة الإدارية الجديدة عاملينها علشان نقضي على تجار المخدرات، دي بقى استراتيجية جديدة الدولة بتتبعها. بدل ما تبعت شرطة مكافحة المخدرات بقى بتبعت مقاولين الخرسانة، اللي هو ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ مخدرات؟ طب بص كده يا معلم بقى عشان هنحفر هنا. استراتيجيات يا جماعة، الدولة هتفضل تضايق على تجار المخدرات لحد ما يفضلوا 100 واحد بس يقفوا فيه. استراتيجيات. عشان كده عملوا على طول أطول برج في أفريقيا عشان يراقبوا منه تجار المخدرات. ولسه يا جماعة إن شاء الله الدولة بتحاول توسع نشاطها، أي تجمع لأي شباب بقى معارض بيسب الدين بيجيب نسوان، يعني أي حاجة غلط على طول مدينة جديدة على طول مكانه. المهم خلينا نروح لحاجة تانية مهمة الرئيس اتكلم عنها. بعد ما لقى نفسه طول في مشاكله الشخصية، قال شوف بقى مشاكل الفئات المستضعفة في مصر. أنا حسأل السؤال ده ليكوا كلكم وليا، يا ترى احنا بندي الجيش والشرطة ايه؟ بنديهم ايه؟ أرقام متواضعة. الرئيس كمان أشار إلى تضحيات رجال الجيش والشرطة، يقول لك هم بياخدوا كام، المرتبات قد إيه؟ مرتبات الضباط والشرطة حاجة حزن، طول عمرها أرقامها متواضعة. الشرطة محتاجة نزود معاشاتها، ولازم الميزانية بتاع الشرطة تزيد. كوزارة الداخلية بتنقع عن نفسها إنها تطلب زيادة معاشات ضباط الشرطة. في القوات المسلحة من أصغر رتبة لأكبر رتبة عمرهم ما فكروا يقولوا عايزين رفع المرتبات. في لواء ما بياخدش 2200 جنيه معاش. إيه؟ راجل قائد لواء كبير بيقول لي والله العظيم بنتي تشتغل في بنك بتقبض اكتر مني، تاخد له 1500 ولا 2000 جنيه، طب هيعملوا ايه؟ الناس دي ناس شقيانه وظروفها اصعب من ظروف اي فئه تانيه. تعال بقى شوف بيقدم ايه. والله العظيم ما هي مزايده، لكن الناس دي بتقدم روحها. اعتقد تسوى كتير قوي، وملايين الدنيا ما تكفاش ولا فلوس الدنيا كلها. وطبعا ما يصحش فعلا يقعدوا يحرسونا ليل ونهار وفي الاخر بعد ما يطلعوا معاش تبقى مرتباتهم بالشكل التعبان ده. تعرف معاشات كابتن ومعاشات ضباط الشرطه بالذات؟ عارف والله معاشات واطيه خالص. يا عم عارف والله، عزمي عارف وعمال يشوق لك عشان تسكت، هو يقوم بالواجب. هو عارف. ما اكيد المرتبات واطيه عشان كده اللواء مثلا ثروت سويلم اللي هو بيكلمك اضطر يا عيني يشتغل عضو مجلس شعبي بعد الظهر ومدير تنفيذي لاتحاد الكوره بالليل. ما هو مرتبات واطيه. الواد دول لو معاشاتهم كويسه ما كانوش اضطروا يشحططوا في الاوبرا زمان، في سكك الحديد دلوقتي، وفي كل المناصب الاداريه في البلد. عارف. بس فعلا يا جماعه الجيش والشرطه مرتباتهم ما بقتش تكفي بعد الظروف الاقتصاديه المهببه اللي بتمر بيها البلد، ومش الجيش والشرطه بس، لا، الشعب كله مرتباته قليله دلوقتي، ومحدش في البلد بيزيد زي ما الرئيس ما قال، ده صدق الامين يعني يا جماعه هنكدبه. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتم زيادتها سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10%. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن زيادة النسبة المقررة المعاشات العسكرية بنسبة 5%. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهورية بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل للقوات المسلحة ليكون بنسبة 250%. كفاية بقى. وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%. كمان واحد. تم زيادة معاشات العسكريين 10%. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15%. كفاية بقى. ايه ده؟ هو محدش كان يبلغ الرئيس بالزيادات الاستثنائية للجيش اللي بتحصل دي ولا ايه؟ ده كان هيعيط، ده صعب عليا، ده انا كنت هطلع من جيبي واديله يوزع زيادات. يا حبيبي يا رئيس. بس حلو، اخيرا البلد نعنشت وفي زيادات بتتوزع اهي. معقولة نكون وصلنا لعنق الزجاجة اخيرا وهننطلق بقى؟ الصراحة كلنا كنا بنشكك، يعني ما كناش مصدقين ان احنا هنحصد بعد صبر سنتين ثلاثة. ورئيس السيسي اكيد عارف كويس انك عشان تبني اي دولة في العالم محتاج قوة تحميها، جيش وشرطة، وعقول تبنيها زي بقية الشعب بقى، الاطباء، المهندسين، المعلمين وغيرهم. ولما بيزود ده اكيد هيزود ده. والناس بتزيد اهو الحمد لله والخير مال البلد، وطالما في زيادات بالشكل ده اكيد كله هيزهزه.
تخيل يا ريس، واقف كل طول النهار بتعامل في المستشفيات الحكوميه معرض لعدوى المستشفيات، واخد في الاخر خالص 19 جنيه. صيدلي يعرض حياته للخطر ويتعرض للمرض وللمرضى كل يوم عشان 19 جنيه في الشهر. يعني بيبقى حز علينا نفسنا، احنا مش اقل من القضاء ولا ضباط الشرطه ولا ضباط الجيش، احنا برضو بنعرض ارواحنا ومستعدين نعرض ارواحنا مع الرجاله اللي واقفين. سياده الرئيس محتاجين نظره من حضرتك. بص يا محمد، انا دايما بطلب وبتمنى من كل اللي بيتكلم معايا ان هو دايما يعرف مصر فين. لو عارف دي هيقول يا ترى المطلب اللي بيطلب ده ممكن دلوقتي ولا محتاج نستنى عليه شويه. لكن عايز اقول لك ايه، يا رب الكلام بتاعي ما بقاش مؤلم. يعني مصر في موقف صعب قوي قوي، وانا قلت عشان كده كل واحد فينا بيبص من منظور موضوعه، موضوع مسألته، وبالتالي بيقول لك انا فين. طيب ما هو انت فين جوه العين؟ ايه ده انت جوه العين؟ لا عدت يا راجل اللي تخاف منها، وانت جوه عين الرئيس السيسي. وبعدين احمد ربنا على 19 جنيه بتوعك، يعني ايام كتير في شغلك ما كانش بيجي لك عدوى وبتبقى 19 جنيه برضو عادي. ما سمعناش صوتك ليه ساعتها بقى ورجعتهم؟ ده انت جوه العين. يعني لو مرتبات الجيش والشرطه هتزيد كل سنه، ده غير الزيادات الاستثنائيه، والاطباء هيقعدوا جوه عين السيسي؟ لا الاطباء يكسبوا الصراحه. لا والجيش والشرطه بقى المفروض يحسدوهم ان هم جوه عين الرئيس السيسي، هم قاعدين في الساعه بره. ده عين السيسي كلها دفا. لا 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 الاطباء بيستهبلوا الصراحه وواخدين حقوقهم. شوفوا لنا يا جماعه فئه ثانيه كده نقيس عليها اذا كان فعلا في زيادات لكل فئات الشعب ولا للجيش بس. يعني أنا هقول كلمة للي بيسمعوني كلهم، لو أنا عايز أزود المعلم 1000 جنيه على مرتبه عايز 15 مليار جنيه في السنة. يا ترى ما دام قلنا إن إحنا بنتكلم في موضوع زي كده أنا بتكلم على الهوا، هل الباقي مستعد يضحي ويقبل إن الناس دي مرتباتها تزيد وما يقوليش الدين أنا كمان؟ أنا كمدرس لو هتشيل من مرتبي وتحطني جوه العين ما عنديش مشكلة. أو بلاش زودني 250% زي الجيش وزودني 100% بس وقفني على الرمش بره، ما تدخلنيش جوه. بس إيه ده يا ريس؟ كده المعلمين لا زادوا ولا اتحطوا جوه العين. لكن للأمانة الشعب عايل قوي برضه بصراحة، يعني إيه؟ هتشبطوا بقى وتطالبوا بمساواة في الأجور ولا إيه؟ يا ريس زود الجيش يلاقي ده مليون وأنا كمان وأنا كمان، يعني زهقتوه بقى. يعني عايزينه يزود بالألف جنيه مرة واحدة، 1000 جنيه أنتوا مجانين يا جماعة؟ لا جدع يا ريس، يعني البلد مش مستحمله يا جدعان، في ايه؟ يعني عايزين نزود دول زي ما نزود دول، يعني انتوا مجانين؟ لا اقول لك زود 1000 جنيه، وفي حد بيزيد 1000 جنيه مره واحده؟ امين شرطه ممتاز اول مرتبه 5712 اصبح 7872، امين ممتاز ثاني كان 4512 بقى 6312، انا ما بتكلمش في 1000 جنيه ولا 200 جنيه ولا لا خالص، ويزيد يا ربنا ويوصل يعني مفيش حد، مفيش مشكلة. قسما بالله العظيم لو قلت لكم المرتبات بتاعتنا، طب والله العظيم ما وصلت دي. لا يا ريس، لا يا ريس، معقولة ما تزودوش الصحفيين زي ما زودتوا ايه ده؟ أنت قلت الأمنا زادوا كام؟ 2000 جنيه؟ فيها يا ريس، هو اللي بره العين اللي بيقبض أكتر. انتوا معلقين الضرايب جوه عين حضرتك ولا ايه؟ اه معلش يا جماعه، ما هو انت جوه عين الرئيس برضه بتبقى قاعد واكل شارب نايم مرتاح كل حاجه ببلاش. اللي بره عينه ده متبهدل يا عيني، لازم نصرفه بدلات بره عين عشان يعرف يعيش. طبعا احنا ما عندناش مشكله خالص ان مرتبات الجيش والشرطه تبقى فعلا عاليه، الناس دي فعلا بتضحي وتستحق، لكن طالما في امكانيه تزود المرتبات فزي يا ريس ما بتزود دول، زود دول يعني عشان ما تبقاش بس مرتبات الجيش والشرطه هي اللي عاليه. مين قال لك ان المرتبات عاليه؟ الفئات لا، في مرتبات عاليه، مرتبات الجيش عاليه، مش عالية، مرتبات القضاء عاليه، في مرتبات كتير عاليه. لا 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 مش عاليه. طيب احنا نساوي ولا نزود؟ لو عاليه يعني انت يعني ما هقول لحضرتك على حاجه، انت عارف انت دافع حاجه، انت عارف دافع حاجه من جيبك، تقول له وائل الرئيس هو اللي بيدفع من جيبك، حاطط حد في عينك، الرئيس هو اللي حاطط في عينه، ولا دافع حاجه من جيبي ولا الرئيس بصراحه دافع حاجه من جيبه. هو اللي بيحصل زي ما الرئيس قال، احنا بنمد طريق الارض تغلى بحر،
هتدفع حاجه من جيبك. شوف بصراحه يا جماعه هو طبيعي جدا ان الجيش والشرطه تكون رواتبهم عاليه، كل دول العالم كده، لان الناس دي بتضحي وبتعرض ارواحها للخطر، وافتكر مفيش مقابل مادي ممكن يكفي ده. لكن بصراحه لما تيجي تزود الرواتب طبيعي تزود كل فئات الشعب، انت شايف الظروف عامله ازاي. بصراحه يا ريس دي خطه ذكيه منك، لانك مصمم كل فتره انت والاعلام تروح للمواطن الغلبان اللي هو ماشي جنب الحده وطلعوا له لسانك وتقول له شفت مش لاقي تاكل صح، مش لاقي علاج، مش معاك حتى حق المواصلات صح، معكش فلوس، انا بقى بزود العساكر في الجيش والشرطه والقضاء اضعاف اضعاف اللي انت بتاخده. يلا مش عاجبك عندك مسجد الفتاح العليم، يلا هناك روح ادعي عليه، يلا ده اذا عرفت توصل. استنوا ثانيه. الثوره السوريه او اصعب حاجه عدت على جيلنا بعد الاغنيه دي. الثوره السوريه الاسبوع ده تمت 8 سنين، اتكلمنا عنها كتير، بس بعد 8 سنين حاجات كتير قوي اتغيرت، حاجات كتير قوي اتاثرت. اولها الباسبور السوري اللي اتاثر جامد قوي، او تقريبا مات من التاثر لحد دلوقتي. باسبور السوري وصل سعره لمواطنيه تقريبا 1200 دولار عشان يعتبر اغلى باسبور على مستوى العالم. مشكلته الوحيده بس ان انت ما ينفعش تخش بيه غير ايران. يعني حتى بلدك روسيا ما تعرفش تخشها. بس هو بصراحه اثبت ان هو احسن من الباسبور رقم واحد على مستوى العالم، لان بعد المجازر اللي حصلت في سوريا تروح تفتح سفارتك جوه سوريا، يبقى انت بتثبت ان لو باسبورك رقم واحد انت سياستك ومبادئك صفر. زي ما قلنا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، بس بعد 8 سنين من الثورة السورية لسه بشار موجود لحد دلوقتي. يعني بعد ثورات الربيع العربي في واحد اتسجن، واحد هرب، اتنين اتقتلوا، في واحد فضل لازق في كرسي. فانا اقول لكم ازاي بشار اللي لو لعب نفسه شطرنج هيخسر فضل موجود لحد دلوقتي في الكرسي. اول حاجة الثورة السورية لما بدأت كانت في اجمل صورها، كانت في غاية السلمية والوحدة الوطنية زي مظاهرات الجزائر بالظبط. حتى ان اول هتاف للشعب كان واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. بشار قاعد يفكر ايه ده؟ دول سلميين، دول عندهم حق في المطالب، دول ماسكين ورود، دول بيدعوا للوحده، ايه ده بيحاربوا الطائفيه؟ اعمل ايه؟ ايه؟ بيحاربوا الطائفيه؟ بس عرفت هلعب على ايه؟ على الطائفيه. بشار بعد الثوره جري على الطائفه بتاعته، ودول طائفه بتمثل 10 ل 15% من الشعب السوري، دول معظمهم موجود في الجيش والشرطه والاستخبارات. نظام بشار قال لهم بقول لكم ايه؟ احنا مننا في بعضينا في ثوره بره، لو الثوره نجحت ييييي على اللي هيحصل فيكم بقى، هتتفشخوا. ودي كانت اول خطوه عملها بشار، سحب فصيل معالي الحرب وزرع في مخهم الخوف والرعب ان لو بشار موجود سوريا هتفضل موجوده، ولو بشار راح كلكم هتروحوا. وده نقلنا لتاني خطوه. دمشق. نظام بشار مسك في حته ان لو عاصمه دمشق وقعت يبقى بشار وقع. ولو فضلت بشار موجود، فساب كل سوريا في حرب ومظاهرات ومسك العاصمه دمشق بايديه واسنانه، وقفل على نفسه بكل اللي معاه من الجيش والشرطه وحمى نفسه، وقعد يلف بقى في شوارع دمشق بالعربيه بتاعته اللي هو السلام عليكم يا عالم، شايفيني وانا رئيس؟ انا رئيس اهو، ها انا الرئيس. مع ان اهل دمشق نفسهم طلعوا ضده في مظاهرات سلميه وابدعوا ضده في الاحتجاج، كان قال لهم الرسم على الحيطان. وبس بعد سنتين من الثوره 80% من البلد كانت في ايد الجيش السوري الحر اللي هو ضد بشار. طب اقول لك على الكبيره بقى، الجيش الحر وصل لحدود دمشق ودخل مره وخرج. عارف ان في ناس هتقول يا لهوي 80% من البلد ما كانتش معاه ودلوقتي هو اللي معاه ال 80% دول؟ دي ازاي دي يا استاذ جو؟ لا ده عبقري بقى، ده عبقري، ده كده لو لاعب نفسه شطرنج ممكن يكسب. هقول لك لا، ما ده بقى يودينا لثالث سبب. سبب بوتين. بوتين المعلم الكبير كان قاعد كده في الكريملين بيتفرج على الاخبار، هوب لقى ان الجيش السوري الحر بيسيطر على معظم سوريا، راح رافع التليفون كده قال اسمع عاد يا خرشو، انت معاك ورقه وقلم؟ اكتب ورايا، خليك زي ما انت في دمشق، وبص سيبهم كده يتخانقوا على مين قائد الثوره. بص شفت اهم بقوا 170 فصيل، مش قلت لك؟ وانت واحده واحده بقى اخرج من دمشق، حاصر مدينه وفجر الثانيه، فاهم حاجه؟
بشار قال له لا طبعا مش فاهم حاجه، ده لسه بجيب ورقه وقلم. قال له طب نام انت، نام نام وانا هتصرف. راح بوتين جايب الجيش الروسي بتاعه وقام داخل سوريا وقعد يلعب من فوق بالطيارات، وحزب الله لا مؤاخذه بيلعب من تحت بالدبابات. راح بشار طلع يجري وقام واخد عربيته وقعد يلف في دمشق. السلام عليكم انا الرئيس اهو، واخدين بالكم انا في دمشق اهو انا الرئيس. وايران وروسيا مش رحمين الجيش السوري الحر ولا المعارضه، وراحوا شايلين كل المعارضه اللي كانت متفرقه اصلا وسابوا نوع واحد بس اللي هو داعش. داعش من اول ما ظهرت سيطرت على مناطق كتير جوه سوريا، كانت شماعه لروسيا وايران ونظام بشار قدام العالم كله. بصوا احنا بنحارب الارهاب اهو، ده داعش بنفسها جت لنا. عرفتوا بقى ان هو ارهاب؟ لا مالكش دعوه بال 500 الف اللي احنا قتلناهم دول بالكيماوي، لا دول عندنا معلش دي غلطه. لكن بص في داعش، ها داعش يا معلم دخلت، ومن هنا بقى اتك يا دعك. داعش من اول ما ظهر كانت احلى رخصه لايران وروسيا ان هم يفجروا ويعملوا كل اللي هم عايزينه براحتهم. بس يا سيدي وبكده بشار فضل لازق بعد 8 سنين ثوره. لا مش في كرسي الرئاسه طبعا، ايوه في كرسي العربيه بتاعته في دمشق. كرسي الرئاسه ده بوتين بيقعد عليه شويه، ايران تقعد شويه، حزب الله تفرح نفسها شويه، بس بشار لا بشار اخره ما يعديش الخط ده. او يجيب لهم خضار وهو جاي. هو ده الانتصار بالنسبه للاعلام السوري. وبصوا حتى لو بشار اخذ البلد كلها بدون مساعده حد ده ما يعتبرش انتصار، ما ينفعش تقولوا انه انتصر، هو قاتل اطفال وابرياء ومدنيين ومهجر نص شعبه. الوحيد اللي ممكن نقوله اللي هو انتصر هو الشعب السوري اللي كسر حاجز الخوف اللي كان عامله نظام بشار. الباقي كله بصراحه خسران. ولو مش مصدقين كلامي ده الشعب السوري من مدينه درعا، نزل اليومين اللي فاتوا بعد كل اللي حصل في سوريا وبعد كل المجازر اللي حصلت عشان يقول للنظام السوري لا مش هتحط تمثال حافظ الاسد مره ثانيه في قلب مدينه درعا. الموت ولا المذله شعار يعود اليوم بعوده اهالي درعا للميادين مره اخرى. دعوات لسقوط بشار الاسد في درعا. تظاهر المئات من سكان مدينه درعا. المظاهرات التي خرجت اليوم في محافظه درعا. شهدت درعا البلد في سوريا مظاهرات شعبيه. احتجاجا على رفع تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الاسد. حيث احتج مئات المتظاهرين على اعاده تمثال حافظ الاسد. للي ما يعرفش مدينة درعا دي أول مدينة قامت في وش بشار، والأسبوع ده وبعد 8 سنين وبعد كل اللي عمله بشار من مجازر ورعب للشعب بتاعه، بعد ما كان بشار مطمن إن الشعب كله خلاص تحت سيطرته، مدينة درعا نزلت مرة تانية في وشه وقالت له عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. الجزائر على ما اظن كلكم سمعتوا الخبر ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه مش هيترشح للفتره الخامسه. لسه هنقول هي راح ماجل الانتخابات. عمل بالظبط زي العيل الرخم بتاع زمان صاحب الكوره اللي هو ايه ده مش هتلعبوني معاكم؟ طب والله ناخد الكوره ومحد لاعب. فاحنا بصراحه يعني مش عارفين نفرح ولا نزعل. احنا بصراحه بعد اللي حصل فينا في مصر يعني مش مقتنعين بصراحه بالقرارات اللي اتخذت. بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برسالة إلى الشعب أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه فيها، وإنه لن يترشح لهذه الانتخابات وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. لم يكن ينتوي خوض الانتخابات للعهدة الخامسة. طبعا الانتخابات كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل، وإجراء تعديلات جمة على الحكومة، والتعديلات هذه ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاء أتني منكم. ودعا بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد وتنظيم الاستحقاق الرئاسي تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال. يقول الرئيس أنه تفهم على وجه الخصوص
رسالة الشباب. وقل اعملوا فيسري الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيسري؟ بص هو بعيدا يعني عن الغلطة بتاعتك، بس هي سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هو إن شاء الله بنقول لإخواتنا في الجزائر سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلا قناة النهار. مش هطلق خالص إن شاء الله، كله هيرى إلا هي. يعني كفاية التطبيل بقى. ممكن ترى بعد ما المظاهرات ما تجيب نتيجة إن شاء الله. والله عيب يا قناة النهار الجزائرية. يعني فاشلين في التغطية وكمان فاشلين في التجويد. يعني فاشلين دنيا وآخرة. يوه أنت هتمشي فعلاً؟ والله كانوا بيهرجوا معاك. يا جماعة مين اللي قالوا بس إن في مظاهرات؟ أهو زعل ومشي أهو. ينفع كده قفش أهو. هو نعم لسه ما قالش الانتخابات هتتأجل لحد إمتى؟ حيه لا يعمل زي أبو مازن. بس ما علينا يا جماعة، خلينا نتخيل كده مرشح جزائري رايح الهيئة الدستورية الجزائرية عشان يترشح. لسه داخل بالشنطة بتاعته يقول لا معلش حضرتك في مرشح أجل الانتخابات. تعالى لما هو يحدد موعد الانتخابات إن شاء الله. يلا باي باي. بس خلاص يا جماعة اللي حصل حصل وإن شاء الله الانتخابات تبقى في أقرب وقت. وزي ما قلنا الناس كان في منها اللي فرحان وفي منها اللي مش مقتنع. الإعلام بقى كان بيطبل على طول أبو تفليقة. اللي هو بعد على طول ما أبو تفليقة قال له مش هيترشح يسكت؟ لا طبعًا يطلع يطبل فورًا. بس الغريب المرة دي إن كان في ناس مطبلات هي مش جزائريين. هذا القرار أنقذ الجزائر بهذه الطريقة. وطبعًا هو النهاردة قال كلمة تاريخية. فهذا الرجل السياسي المخضرم قد فاز مرتين. كان الموقف السياسي الحكيم. قال لك أنا لم أكن أنتوي إن رشح نفسي تاني. أنا شاب أعتز بأني ساندت هذا الشخص. تاريخ طويل ودوره يعطيه ثقل. لأنه اليوم برهن لنا أنه يستمع لشعبه. على عبقرية الرئيس بوتفليقة. على أن توجد إصلاحات عميقة. هذا الرجل اللي أنتم شايفينه قدامكم خلاصة. يعني إيه خلاصة؟ فالخلاصة الأولى قبل 20 سنة محاربة الفساد حين أنقذ الجزائر تغيير الحكومة من قبضة الإخوان بل طرد للحكومة وليس فقط تغيير الحكومة كان له التأثير القوي في وقع الدماء في الجزائر والموقف الشجاع الذي اتخذه اليوم هو يدل على رجاحة عقله شخصية فوق العادية في السياسة وأنه رجل دولة بجميع المقاييس اللازمة لقيادة الدولة رئيس الجمهورية رفض منذ سنة 2009 ترشح الانتخابات لكن الساحة السياسية أنذاك لم يكن فيها رجل بمستوى رئيس الجمهورية إيه ده رافض يترشح من 2009؟ الله على التواضع أمال عمال ترشح له الفترة اللي فاتت دي كلها؟ هو حب الوطن كده هو حب الوطن بيلزق الواحد في الكرسي كده وإيه مفيش مرشحين دي؟ يعني إيه نجيب لكم مرشحين من بره يعني؟ ايه ده انت جبته فعلا من بره؟ ما بيرشحش حد من بره. ممكن ابن عمه اوكي بس هو لا. وبعدين يا قناه اهل العروسه انتوا عمر اديب، يعني انتوا مع اي دكتاتور؟ يعني بتشوفوا الدكتاتور فين وتقوموا مطبلين له؟ اللي هو فين الحاكم يا جماعه؟ فين الدكتاتور؟ هنا؟ وفين الشعوب ومطالبها؟ هنا؟ مش ممكن يا جماعه يعني اعملوا موقف مشرف واحد في حياتكم. وبعدين مش عارف انتوا بتطبلوا على ايه؟ مالكم انتوا ولا الحاجات دي؟ انتوا فاهمين حاجه؟ بوتفليقة شال الحكومة كلها وجاب حكومة انتقالية اللي هو مختارها في ناس سمعت ان هو مش هيترشح ففرحت بس الحكومة الانتقالية يعني هو بس اللي مشكلها فناس قالت يعني احنا نازلين ضد الفساد اللي كان موجود تقوم شايل ناس تبعك وتحط ناس تبعك فالناس زعلت اكتر فمش عارفين بصراحة يعني ايه اللي هيحصل لكن كل اللي عارفينه ان مظاهرات الجزائر وصلت رسالة لكل العالم ان ممكن تطالب بحقك بكل سلمية من غير نقطة دم واحد ففعلا تحيه للشعب الجزائري وشرطه الجزائر اللي وصلوا للعالم رساله من اجمل الرسائل في تاريخ عالمنا العربي الا واحد بس هو ونظامه مستحيل توصل لهم الرساله اخوتي الجزائريين وطنكم اغلى ما تملكون لكن العاقل من يتعظ بغيره الناس تريد فتنه لا تكونوا عونا للفتنه انتم اجتزتم اخطر مرحله في تاريخ هذا القرن لما حدث الخريف العربي من قاد الخريف شباب هم الذين خرجوا وحرضوا شباب والله ليتشمت الناس فيكم وتصبحون مثل كل ما حد حصلت فتنة نقول شوفوا الجزائر شو صار فيها وأتوقع أنه هنا أخوة سوريين في كل مكان فيه أخوة سوريين أتوقع كمان فيه هنا سوري تعال تعال يا سوري تعال تعال وري أخوك الجزائري الكيماوي اللي مضروب عليك من النظام تعال تعال عشان يتعظوا طب تعال أنت اللي هناك تعال أنت لاجئ صح؟ لا تعال تعال أنت أيوة اللي في سوريا تعال تعال وري اخوك الجزائري السفاره الاماراتيه اللي فتحناها مكان ما انضرب عليه الكيماوي تعال عشان يتعظوا يعني بعد كل الجمال والورود والسلام النفسي اللي حصل في الجزائر بتقول هيصبحونا مثل
أو مثل وأحلى مثل غصبا عنك. تقدر بقى تطلع وتقول كل ما يحصل فتنة شوفوا الجزائر شو صار فيها. مش هتعرف طبعا. عارف ليه؟ لا لا لا، مش عشان انت رجل دين لا لا خالص، لا لا، ولا علشان النظام الإماراتي بيدعم بس الأنظمة الدكتاتورية، استغفر الله، عشان انت المحاضرة بتاعتك اسمها كن كالنخلة. مهما احاول اشرح لك من هنا لبكرة حوار النخلة ده مش تفهمه. مهما قعدت اشرح لك من هنا لبكرة ان مزارات الجزائر حاجة نفتخر بيها كلنا كعرب برضو مش هتفهم. وعارف مش هتفهم ايه كمان؟ انك لو بتتفرج على الحلقه دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على شاشه التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي موجوده تحت لينك الفيديو ده. كمان ما تنساش تشترك في قناه جوشو على اليوتيوب وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول. تصبحوا على خير.